منها محبة ومنين ما تروح قوموا صلوا. أسيوط هي أكبر مدينة في الصعيد، معروفة بتكوينها القبلي. هتلاقي هنا بني هلال وهوارة وأولاد زيد والعبابدة وغيرهم من القبائل العربية اللي جت مصر ودابت فيها وبقت جزء أصيل منها. ويمكن التكوين القبلي ده كان كلمة السر في انتشار الفن الشفاهي هنا، الفن اللي بيعتمد على الكلمة، وده هتلاقيه واضح في السير والمواويل الشعبية والمربعات والحكايات والأمثال والتعاويذ وأغاني الجواز وأغاني ألعاب الأطفال والحج وغيرها وغيرها. ومع الفنون دي في كمان فن المديح بطعم ونكهة خاصة بأسيوط، طعم صوت الشيخ ياسين التهامي ونكهة صوت الشيخ أحمد التوني، المدرستين الكبار اللي اتعلم فيهم وتأثر بيهم منشدين ومدحين كتير منهم الشيخ مصطفى جمال.